الجوف كانت وجهة ميليشيا الحوثي ومعركتها الثانية إبان خروج هذه الأخيرة من حرب سادسة مع الجيش اليمني في مران معقل الجماعة المتمردة بصعدة. أشعلت الميليشيا الحوثية حروبها ذات الصبغة الطائفية في مناطق متفرقة من الجوف، بدءا بحروب سدبة مطلع العام 2009 وصولا إلى معارك مديرية الغيل في العام 2014، والتي سميت حينها بمران الثانية لاستنساخها أفكار جماعة الحوثي المنحرفة كما يقال. بعدها جاءت أحداث 2014، أحداث الغيل اليوم، الغيل في 2014 كانت تسمى مران الصورة، يعني لما فيها من ثقل الحوثي، وكانت مركز عقائدي وفكري وعسكري للحوثيين. المحافظة التي خاض أبناؤها حروبا مبكرة ضد الإماميين الجدد، وحتى بعد اجتياح ميليشيا الحوثي لصنعاء في 21 من سبتمبر أيلول الأسود، لم تتوقف معارك الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة على امتداد صحاريها وجبالها، والتي لا تزال أجزاء منها تشهد مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا حتى اليوم. قد تم تحرير حوالي 85% من محافظة القوف، ولم يبقى إلا القليل، وإلى الآن أبناء محافظة القوف متواجدين معنا في جميع الجبهات وفي جميع المدارس. اختارت الجوف وأبناؤها موقع الصدارة في خارطة القوى الوطنية المناهضة لمشروع الانقلاب طيلة سنوات الحرب والالتحاق بقوات الجيش الوطني، ونجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في استعادة مساحات كبيرة كانت قد سيطرت عليها الميليشيا، من بينها مركز المحافظة وصولا إلى مديريات محاذية لصعدة وصنعاء وتحريرها من قبضة الجائحة. هكذا هي الجوف، وهج الجمهورية المتجدد في ذكرى الانقلاب المشؤوم، لا تزال تقاوم مشاريع الرجعية وأفكارها الظلامية، وكبقية المحافظات اليمنية تستميت في سبيل الدولة واستعادة مؤسساتها التي نهبتها الميليشيا والانتصار للمشروع الوطني الجامع. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.